احنا عارفين احاد الصوم او احاد كياهك متقسمة لاحداث مهمة في رحلة الخلاص، واول احد كان بشارة الملاك لزكريا، والاحد هو بشارة الملاك العذراء، والاحد الثالث هو زيارة السيدة العذراء، الاحد الرابع هو المعمدان. حتى بعد كده يجي يوم 29 كياهك، والسنة دي هنعيد 28 و29 كياهك ميلاد السيد المسيح. في هذه الزيارة نتعلم كثيرا من السيدة العذراء، ونتعلم من فرائضها العميقة. نتكلم اليوم عن العذراء الخادمة التي شدت الرحال لكي تذهب وتخدم تلك المدعوة عاقرا، تلك المرأة المسنة، لكي تخدمها في ظروف الحبل بتاعها. خلوا بالكم، الست العذراء لما راحت عشان تخدم اليصابات كانت في بداية الأيام الأولى من الحبل المقدس بتاعها، مش كده؟ وطبعا السفر ما كانش زي دلوقتي، مثلا بعربيات مريحة أو بطيارات، أو يعني الواحد يعني ياخد وسيلة سفر مريحة، أبدا. ده كان بيمشوا أيام لكي يصلوا ويكونوا راكبين على دابة ويطلعوا جبال وينزلوا من جبال، وطبعا احنا كلنا عارفين المنطقة دي كانت عبارة عن مناطق جبلية، وكان المشوار فيها مش سهل. لكن الست العذراء لم تدخر جهدا، ولم تفكر في انه هي ممكن يحصل لها حاجة، وان هي ام الاله، وانه اللي ادهولها ربنا في بطنها ده ممكن يروح، لانه كانت امرأة ايه؟ مؤمنة. كان فكرها ازاي تخدم، قلبها متواضع لكي تكون تحت اقدام الناس في خدمتهم. لم تفكر في ذاتها، ولم تكون انانية، فكرت كيف تخدم الآخرين. وهنا ده دور كل واحد مننا. الإنسان في الخدمة دايما يفكر في الآخر، ولا يفكر في راحة إيه؟ نفسه. اللي يفكر في راحة نفسه وظروفه وجسده، وإنه أنا دلوقتي رجعت من الشغل دلوقتي إزاي أطلع عشان أروح لفلان أو أساعد فلان، طب هو ممكن ينتظر، طب ده الوقت المناسب اللي هو ممكن يعني هو لازم الوقت ده، ما ممكن نحدد وقت آخر. الكلام ده كله الإنسان المتواضع، الإنسان اللي يحب يخدم بقلبه، لا يفكر في راحة ذاته أبدا، يفكر دايما في راحة مين؟ الآخرين. أتذكر في إحدى محاضرات قداسة البابا شنودة مثلث الرحمات، كان دايما يقول للآباء الأساقفة والآباء الكهنة، يقول لهم إذا أنتوا ارتحتوا الشعب يتعب، إذا أنتوا تعبتوا الشعب إيه؟ يرتاح. فالخدمة هنا تحتاج إلى التعب، تحتاج إلى البذل، تحتاج إلى إنكار الذات. تواضع عجيب مخبأ داخل هذه الخدمة. انت متخيل مين رايح يزور مين؟ ام المخلص رايحة لمين؟ لإليصابات. دي كان واحدة غيرها كانت تقول هي اللي تجيني، ده انا ام الله، ده انا شايلة في احشائي سر التقوى، ده انا الملاك بشرني شخصيا، ده انا الروح القدس حل عليا، ده عندي اتصال بالعلي، انا اللي اروح، المفروض هي اللي تيجي. مش مرات كتيرة بنعمل في حياتنا الاجتماعية كده؟ مين دي اللي انا اروح لها؟ مين ده اللي انا اقف قدامه؟ هو مش فاهم انا ابن مين ولا انا مين؟ هو نسي نفسه ولا ايه؟ احنا بنعمل مرات كتيرة كده. شوفوا الست العذراء الخدمة بتاعتها ممزوجة بالتواضع، ممزوجة. والكلام ده قالته اليصابات، كيف لي أن تأتي أم ربي إلي؟ شوفوا الإنسان كل ما يكون في مكانة كبيرة وحلوة
ويكون متواضعا، هذا التواضع له مكانة عميقة عند الله وعند الناس. التواضع ده مش كلام، مش عبارة عن كلمات احنا بنمشي بيها بعض، مش عبارة عن تقديم بعض وخلاص. التواضع ده نابع من القلب. التواضع لا يكون قشرة خارجية، التواضع لازم يكون من الداخل، من داخل قلب الإنسان. هو شاعر بكده، هو حاسس انه هو اللي يخدم مش اللي يخدموه، هو اللي يروح للناس ويكون تحت أقدامهم زي ما عمل السيد المسيح وغسل أرجل تلاميذه، والمفروض هو المستحق أن تغسل أرجله. فالتواضع هو تواضع عملي وليس تواضع بالكلمات وتراشق بالكلمات، هذا لا تأتي بصيد أبدا. وهو ده منهج السيد المسيح في الخدمة. الكتاب يقول عن يسوع كان يخدم ولا يخدم، جاء ليخدم ولا ايه؟ الملك، في ملك في الدنيا بيخدم ولا حوالينه حشي بيخدموه؟ ده كل حاجة، ده لو لقوا طريقة انه الهوى ده يدخلوه للملك عن طريق الخدمة، جنود ولا جواري ولا خدام، هيعملوها. وضع الملك الأرضي ليس مثل أبونا الملك السماوي. أبونا الملك السماوي جلس تحت أقدامنا ليغسل أرجلنا. ألا يستحق أن نحبه بقلوبنا؟ ألا يستحق أن نجلس تحت طاعته نتعلم منه؟ لا يستحق أن نتعلم منه التواضع لكي نكون أبناء النور؟ ألا يستحق أن نكون أولادا له بالحقيقة ونعمل كما عمل هو معنا؟ يستحق. وكانت مريم أخت مرثا جالسة عند قدمي مين؟ عند قدمي يسوع، واختارت إيه؟ الصالح. يبقى إحنا مهم ننهج هذا المنهج. العذراء الخادمة المتواضعة لم تنسى أبدا أنها محتاجة للخلاص، خلوا بالكم. واحدة شالت المسيح جواه، ولما راحت لإليصابات بعثت لها الروح القدس. حين سمعت صوت سلامك ارتقد الجنين في أحشائي. وجاب ليها بيقول انه لما جات الست العذراء امتلأت إليصابات من الروح ايه؟ من الروح القدس. لم تنسى خلاص نفسها، ما قالتش انا الحمد لله شايل ربنا جوايا، انا لست مثل هؤلاء الناس، انا لست محتاجة للخلاص، انا ربنا اختارني من كل وسط هؤلاء البشر عشان اكون ام الاله، فأنا مش محتاجة حاجة أبدا. قالت تبتهج روحي بالله مخلصي. وكان الخادم الصالح والأمين. وكل واحد من الشعب دايما لازم نركز في خلاص أنفسنا، وده إحنا مرات كتيرة بنعمله مع أنفسنا ومع بيوتنا. دايما نقول للست شيل العيال ويمشوا الكنيسة، ناول العيال. طب وانت؟ انت مش هتتناول؟ انت مش هتعترف؟ انت مش هتتوب؟ يقول لك خلوني أنا، سيبوني أنا، امشوا انتوا. لا حبيبي، لا، يجب أن تسعى وراء خلاص نفسك. مهم، أنت محتاج للخلاص. أوقفوا يا أولاد صلوا. طب وإنت يا بابا مش هتصلي؟ وإنت يا ماما مش بتصلي ليه؟ إحنا بنصلي حبيبي، إحنا كبرنا، أنت صلي بس اتعلم الصلاة. اسعى وراء خلاص نفسك، ما تعلمش بكلمات أنت مش بتعملها. خلاص نفسك مهم، وده اللي عملته الست العذراء. على الرغم من وضعها الروحي ومكانتها، اهتمت ايضا بطلب خلاصها. تبتهج روحي مخلصي. احنا مرات بنكون كخدام، ومرات نكون كناس من الشعب التقي الاتقياء، بنعلم الناس ونوعظهم عن ربنا ونتكلم معاهم، وننسى انه نتوب انفسنا من الخطايا، ننسى خلاص انفسنا، وكاننا بقينا ابرار.
كأننا إحنا قديسين مش محتاجين، كأنه خطايانا عبارة عن هفوات. إحنا نمسك السارق والقاتل والزاني ونرجمه بالكلمات والمناظرات الصعبة ونحاول نقومه ونطلب لأجله إلى آخره، وإحنا يعني قرنا إيه؟ حبة شتايم وغضبه وحلفانه، دي كلها حاجات بسيطة. من قال إنه بسيطة؟ مش بسيطة. الخطية اللي مش هتتوب عنها ولو كانت صغيرة مش هتدخلك السماء. التوبة هي مفتاح السماء، واللي هتستهون بيه هو اللي يضيع منك السماء. اوعى تفتكر الخطايا الصغيرة دي مش محسوبة ابدا، لو ما تبتش عنها تضيع ابديتك. عشان كده نهتم بخلاص انفسنا. اخر حاجة اتكلم عنها، زيارة الست العذراء لإليصابات بعثت السلام. هل احنا لما نروح لبعض نزور بعض في البيوت بنلقي سلاما ام نزاعا؟ احنا كمسيحيين لما نمشي نسلم على بعض في البيوت، هل بنسمع حينما سمعت صوت سلامك في اذني ارتقد الجنين؟ هل لما نروح نزور بعض بيحل السلام على البيت، ولا اول ما ندخل يا رب استر صاحب المشاكل وصلنا، ندخل الدنيا تكون هادية نخربها ونقلبها بكلماتنا وبحكاوينا وبالخبط والرزع اللي بنعمله؟ المنهج بتاعنا نحن ابناء ملك السلام، والكتاب المقدس يعلمنا يقول طوبى لصانعي السلام لانهم ابناء الله يدعون. يعني اللي ما يصنعش سلام لا يدعى ابن لله. فانت شوف نفسك لما تكون موجود في مكان بتصنع سلام ولا بتشعل النيران، ولا لما تمشي نقول الحمد لله خد الشر ومشي؟ عشان كده يا حبايب خلوا بالكم، يجب ان نتيقظ لانفسنا، يجب ان نخدم الكل ونتواضع في خدمتنا ونصنع سلاما، ويجب ان ننتبه لخلاص انفسنا. الله يعطينا نعمة لإلهنا الدائم ابديا امين. إن صوفيا سوى برسخمين كريا ليسون كريا ليسون خنو مسمي في الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد وتألم وخبر وقام بموت في اليوم الثالث.